أعزائي المشاهدين وكل يلي عم بيتابعوا برنامج سيدتي عبر روتانا خليجية. حلقتنا لليوم مميزة جداً، رح نتعرف سوا على عروس 2015، وكمان والأهم إذا كنت عروس ومحتارة بالفستان وقصة فستان بتلبق ليك اليوم، مع مصمم الأزياء عقل فقيه رح نتعرف على كل هالمواضيع. خليكن معنا. عروس 2015 عروس جريئة حرة، بتحمل بمضمونها معظم مفاهيم الموضة اللي قبل واللي حنشوفها هلأ، ولكن بالنهاية بدنا نرجع على مفهوم الجسم والقصة اللي بتناسب كل عروس. بنرجع للون، بنرجع للمجتمع، وبنفس الوقت بدنا نرجع للجلامور اللي لازم تعيشه العروس بهالوقت هيدا وبهاليوم اللي ناطريته من زمان. فنحن هون لحتى نساعدها، لحتى نضوي على كثير من النقاط اللي ممكن تلجأ لها وتنطلق منها. في الفساتين اللي بتكون لونج سليفز او ثري فورث او البرنسس دريسز، في القماشات الفوال، في التول، في الاورغونزا، في التفتة، في انواع كثير مختلفه من الاقمشه، حتى ايفن في فساتين اللي بتكون من الدونتيل، او الفساتين بتكون من البس التفتة، او بتكون فساتين مشكوكه. فطبعا هون نحن بناخذ بعين الاعتبار مفهوم العروس لفستانها، وبنقدر ننطلق منه لحتى نمشيها ونوصل للشيء الاضبط والاحسن اللي يمشي مع ذوقنا ومع ذوق العروس، لحتى نوصل لفستان جميل وكامل ومتكامل. طبعا هلا حنحكي عن نموذج عم تشوفوه كلكم، فستان من ماش الدونتيل كبير، مشهور بالبيات اللي فيه لمعه مع الليزر كات لنوع صغير من الفلاورز ليعطي شوي امبيونس حلو لفكره الفستان اللي عم نشتغلها. كمان من قماش الاورغانزا اللامي مع التول اللي اشتغلنا عليه، كمان اضفنا لكملنا مفهوم الكومبينيشن كيف تتكمل بالفستان. هذا الفستان طبعا بتستعمله يعني كتار من الصبايا بيقدروا يلبسوه، وخاصة اللي عنده جسم ممتلئ، ما يكون كمان جسمه كتير يعني ما يكون عنده هونش كبير، ولكن عنده نوعا ما الجسم بيكون معبى، بيقدر يمسك له جسمه، بيقدر يعطيها مشق الطول. حتى الصبي اللي كمان اللي بيكون ضعيف فيه كمان بتقدر تلبسه. فستان عم نشوف كمان في من الكمام الطويلة، ممكن يكون ثلاثة أرباع حسب العروس شو حابة هي. في فتحة شوي نازلة على هارد شيب، ممكن ينلبس الدايموند أو الأكسسوري ممكن تلبس فيه العروس. فهون طبعا عم نشوف كمان فستان أنه بينلبس ما بيأيد العروس كتير، ولكن بفضل أنا يكون لأجسام الضعيفة لجسم ممتلئ، ما يكون عندهم أوفر ويت، يعني لحتى شوي يعطي فخامة ويعطي رقي ويعطي فيمينينتي لوك على الصبية. إن شاء الله تكون حلقتنا نالت إعجابكم. أكيد لمزيد من أخبار عروس 2015 تابعوا دايما موقع سيدتي نت.